السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض تاني يوم الدورة بتاعتنا. اللي أنا عايزة أقول لكم النهاردة بقى كده يا جماعة، إن إحنا عملنا إيه؟ غيرنا اللي مش إحنا كنا جايبين، وكنا قايلين إمبارح إن أنا كنت جايبة حوالي 5 أو 6 بس اللي هو البغال. لأ، إحنا عكسنا الوضع ما شاء الله، اللي كترنا الكميه ديت اكتر حاجه فيها البغال، علشان طبعا 3 شهور بالظبط او اقل من 3 شهور يكونوا ايه مستويين وكويسين. لان طبعا انتوا عارفين الناس النهارده يا جماعه بتدور على الحاجه اللي هي السريعه وتيجي معاكم بسرعه وفي نفس الوقت كمان تشيل وزن. فاحنا النهارده ما حبناش ان احنا نزعل حد، جبنا مسكوفي وجبنا بغال. المسكوفي برضو الناس اللي بتحب المسكوفي وعايزه تجيبه وتربيه اللي هو دوت اهو، برضو يا جماعه هي الحق، لان برضو 3 شهور وبسم الله ما شاء الله بيدي اوزان حلوه جدا واحجام حلوه قوي. ده طبعا لما يكون الاصلي، وده ان شاء الله باذن الله هيبقى الاصلي. بصوا بقى اهو، علشان ايه انا رفعت اللمبه؟ علشان التصوير امبارح يعني كان غامق شويه، لان كنت منزله اللمبه قوي فرفعتها، فهم عايزينك من الجو برد فعايزين على طول يقوموا تحت اللمبه. بصوا بقى ده البغال اهو، بصوا او التنبل يعني الناس اللي بتقول عليه ده، بسم الله ما شاء الله شايفين. خلي بالكم ده بيكبر يوم عن يوم، يعني بص تلاقي خلال اسبوع واحد تبص تلاقيه بسم الله ما شاء الله يعني فرد فرده جامد. فالناس اللي هي برضو يعني ايه خايفه ان هي مش هتنهض، لا هاتي منه وباذن الله هيلحق معاكم ويبقى كويس. التربيه يا جماعه البيتي مفيش احلى منها ومفيش زيها. بصوا اهو، فاحنا جبنا حوالي كام تقريبا كده، يعني جبت حوالي 9 ويجي 6 كده، 6 بغال او 7 بغال، مش البغال البغال يا جماعه، لا البغال هو اللي حوالي يجي 9 أو 8 تقريبا كده، والباقي برضو مسكوف. يعني جبت نص كده ونص كده بس، الاكتر اللي هو ايه بصوا البغال. بعرفه ازاي بقى؟ علشان تكونوا عارفين البوز بتاعه بيبقى مايل للحمر او عامل زي البامبا كده، بس هو مش باين في الكاميرا بتهيألي يعني. او بصوا اهو بيبقى مختلف خالص، وظهريته كده بتبقى سمرة اهو. بصوا ظهريته وراسه كمان، ده تعرفي اهو، حتى بصوا ده كمان اهو، ده بيبقى اللون بتاعه. المسكوف بقى بيبقى البوز بتاعه بيبقى غامق شوية اهو، حتى بتبقى يعني راسه برضو ايه صغيرة عنه شوية. بصوا الفرق ما بينهم، مع ان الاتنين اصلا عمر واحد وحجم واحد، بس تلاقي بسم الله ما شاء الله اللي هو البغال ده بيجهل معاك بسرعة وبيكبر. بصوا اهو شايفين ما شاء الله، حتى هو تلاقيه يعني ايه بارز عن المسكوفي. المسكوفي بيبقى قليل شويه، بس هو عنده ما بياكل بقى وبيسحب في الاكل ما شاء الله، بيديكي اوزان عاليه وبيكبر معاكي بسرعه. إيه طبعا بقى الناس اللي بتقولها مش هو ده مسكوفي اصلي ولا خليط، لا هو السنه اللي فاتت يا جماعه انا كنت جايباه برده من نفس المكان ومن نفس التاجر اللي انا جبت منه، كان بسم الله ما شاء الله ادينا اوزان عاليه جدا. يمكن كانت في ناس كانت بتستغرب على الحجم بتاعه ان هو كبر او ادانا الحجم دوت في الوقت ده، يعني يمكن ما كانش كامل معايا ال3 شهور، وكان بسم الله ما شاء الله كان معدي 6 كيلو و7 كيلو. فهو ده برده من نفس المكان، ده من نفس المكان، فبندعي كده بقى بنقول يا رب يطلع برده نفس اللي انا كنت جايباه. فيعني انا بفكر ان انا اجيب ان شاء الله كمان عليهم شويه، هما دلت كده بسم الله ما شاء الله يعني يعتبر 15، فبفكر اجيب كمان 5 ولا حاجه، بس بقول برده يعني كفايه علشان ايه ما يظلمناش في الاكل وكده، لان برضو العلف هو اي نعم بدا ينزل جناب، بس يمكن بقى يعني بعد كده لو ربنا كرم وبدا يرجع لاصله تاني ان شاء الله هنبدا نجيب. وخدوا بالكم برضو اللي انا عايزه اقوله لكم، اللي ان شاء الله الدفعه دهيت باذن الله هو اسبوع واحد بس يا جماعه اللي انا هاكل في علف. وخلي بالكم اي حد يقول لكم انا بربي من غير علف يبقى بيضحك عليكم، على الاقل الاسبوع الاولاني بس لازم البط ياكل فيه علف. ليه؟ البط لو ما اكلش علف هينشف معاكي وهيموت، خدها قاعده كده، البط لو ما اكلش علف هينشف ويموت. فلازم يا جماعه اي حد جاب بط او جاب طيور صغيره لازم على الاقل اول اسبوع ياخد نسبه بروتين عاليه. فعلشان كده ما حدش يضحك عليكم ويقول لكم لا انا بربي من غير علف، لا هو اي نعم العلف يعني غالي شويه، بس خدوا بالكم الطيور بتبقى صغيره ما بتاكلش. يمكن البط اللي انتم شايفينه دوت
الاسبوع الاولاني مش هياكل فيه 2 كيلو علف عشان تكونوا عارفين. بعد كده ان شاء الله هندخل خلطات عشان برضو توفر معاك العلف، واقول لكم ان شاء الله هنعمل ايه. وفي نفس الوقت برضو هنخلي البط يشيل معاك اوزان عاليه ويكبر معاك بسرعه، ومش هنقلل مش هنقلل من التغذيه بتاعته، يعني هنديله حاجات كلها بروتينات وحاجات كلها مفيده علشان يكبر معانا بسرعه، وفي نفس الوقت برضو هنوفر في العلف. يلا بقى علشان ما نطولش عليكم نقول بسم الله، واللي نصيب بقى يحط لايك يحط لايك كده. يلا يا جماعه كده يجوا يشوف معايا النهارده باذن الله هنعمل لهم وصفه ايه. طبعا يا جماعه احنا قلنا امبارح احنا جبنا مضاد حيوي على فيتامينات، وطبعا انتوا شايفين انا النهارده برده هحط معاكم مضاد حيوي وفيتامينات. لازم ما فيش حد يقول لا مش هنحطه وهنربي من غير ادويه، لا الفراخ البيضه بنعمل معاها كده، لان الفراخ البيضه احنا عارفين احنا بنتعامل معاها ازاي، انما البط الحاجه الوحيده اللي انت ما تنفعش تعملها معاها كده، هيجي له اسهال ويتعب منك، خصوصا احنا في الايام دي برد، الميه برده بتكون دافيه زي دي العين كده زي ما قلنا. ماشي اهو، بصوا بقى كده نحط لهم بقى ايه الميه يشربوا. طبعا زي ما انتم شايفين انا حاطه لهم ميه دافيه، والدواء برده محدش ينساه زي ما قلنا، الدواء محدش ينساه يا جماعه اول 4 ايام او اول 5 ايام نحط لهم كده. يلا بقى نشوف النهارده انا عامله لهم وصفه حلوه قوي هنحط لهم على الاكل بتاعهم. بص بقى ده العلف بتاعهم اهو، ده ان شاء الله هنحط لهم برده على وصفه كويسه جدا. خدوا بالكم الدواء زي ما هو مش هنقطعه من على الميه بتاعته، اما الوصفات بنبدا ان احنا نعمل وصفات من اول يوم او من تاني يوم، حاجات كلها كويسه جدا. زي ايه بقى؟ بصوا بصوا ده حبة البركة اهي، مفيدة جدا وكويسة جدا. اي حد يا جماعة بيربوا طيور لازم يكون الكيس بتاع حبة البركة دوت دايما على طول موجود عنده. تمام، يبقى كده ايه اول معلقة حطناها على العلف. هناخد على قد العلف اللي قدامهم معلقة بس مش مليانة من الكركم. الكركم دوت بقى عايزة اقول لكم في كل حاجة، ده صيدلية كاملة شاملة كل حاجة. إيه هنحطها برضو كده اهو، وخدوا بالكم الكركم ده لازم اهم حاجة في اول اسبوع عشان يرفع المناعة بتاعت البط عندك. يبقى الكركم على حبة البركة. المعلقة بقى اللي انا عايزة اقول لكم ان هي مهمة عشان تدافي معاك البط، لان طبعا تعرفين ان احنا في الجو برد البط كده ياكل اهي. بصوا ده معلقه ايه، معلقه سكر عشان تدي البط طاقه وتدفي البط معاك. اوقات كتير بنحس ان البط واقف كاشش كده في نفسه، ده كويس جدا يا جماعه، بيفتح شهيته وكمان بيدي للبط طاقه معاك اهو. كل دوت على العلف اهي، هنقلب بقى كل المكونات دهيت اهي قدام البط. البط بيسيف يعني بياكل كل حاجه، ما نقولش مثلا انت بالمكونات ديت هيعرف البط ياكلها، اهي بيسيف كل حاجه. ونسيب بقى طالما انا حاطه الميه حاطه الاكل وعملت لهم عليها وصفات والتدفئه زي ما انتم شايفين اهيت فوق، ده اللمبه يا جماعه حاطه لهم ومكانهم نضيف. انسى بقى هسيبهم بقى ومش هحمل همهم تاني خلاص. اللي هنقول مثلا البط هيسقع مننا ولا البط تحته عكه ولا المكان تحتهم ميه ولا حاجه، لا طالما كل حاجه متظبطه قدامهم هتركهم بقى. يبقى انا كده خلصت وعرفنا عملنا ايه تاني يوم. بسم الله ما شاء الله، لو انتم ملاحظين هتبصوا تلاقي البط كل يوم بيفرد عن اليوم اللي قبله. بصوا ما شاء الله شايفين البط ما شاء الله بيفرد ويطول معانا ازاي اهو. وده طبعا البط المسكوفي اهو، ده البط المسكوفي اهو. بسم الله ما شاء الله. هو البط يا جماعه ما يعني هي تربيته ايه، ما هي الا نظافه تحته وتدفئه والعلف قدامه. تمام، هنقفل عليهم دلوقتي، هننزل اللمبه بقى ونقفل عليهم دلوقتي. بس اهم حاجه عشان البط ما يتشمش منك ويعرق لازم تسيب لهم تهويه، خدوا بالكم الموضوع ده كويس، لو كتم وعرق على بعضه هتبص تلاقيه عمال يتشم بقى وتعب منه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استنونا بكره باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.